الله معكم حبايب. فإذا نحن اليوم الفيديو الأول من الشابيت دو فرونسي أم 2201 اللي هو بدنا نبلش موضوع جديد غير موضوع الأريتمتيك اللي هو شابيت دو. فإذا جينيراليتي سور لي جراف. طبعا رح افترض انه كتار فيكم بسبب ما ما تسنى له انه يعرف الاساسيات، التعريف الاساسي، فرح ارجع اعمل عمليه اعاده لهالتعريف. طبعا بس الاستاذ يقول هيك نستقبل كلامه بالترحاب. ليش؟ لانه هذا بيعني انه المحاضرة تبعه الفيديو هذا رح يكون محاضرة مريحة مليانة بالdefinitions وبالحكي اللي كتير بسيط، وبالتالي نحن عم نتسمع عليه فينا ناخد كبوة، فينا نكون مرتاحين، غير ما انه يكون جاي وعجق علينا بالشغلات معي. بس صدقوني اللي بيفهم هودي الشغلات خلص بيكون عم يمشي معي بشكل كتير حلو. الباراجراف definition et notation. 1-1 définition. يعني مثل ما عم قلت لكم هون رح اعمل انا رابل. اوكي، لذلك رح تلاقوني هيك رح احطهم على شكل نقاط. شو يعني جي جراف؟ بس تلاقوا واحد عم يحكي عن جراف، شو بيكون عم يوصل؟ بيكون عم يعني deux ensembles V ou E. Et V اللي هي بسميها V de G هي ensemble de sommet de G ou E de G هي sous-ensemble de l'ensemble des paires. Par exemple, هي sous-ensemble de l'ensemble des paires X و Y ب VG. يعني كأنه عم بيقول الجراف G هي ensemble معين كلكونك ما قلنا عليه أي شرط، وعلاقات متبادلة بترسم بتجمع بعض الناس مع بعضهم البعض. أوكي؟ يعني c'est comme si on est en train de dire un graphe est tout simplement peut être défini à partir d'une relation symétrique, bien sûr anti-réflexive. يعني كأنه عم بيقول c'est la donnée d'un ensemble V sur lequel on définit une relation symétrique. يعني بهالطريقة هي ولا شيء، هو كأنه عم يجي بياخد ensemble وبيلحظ بهالانسامبل بعض العلاقات بين اثنين من الاشخاص الموجودين. اعطينا اكزامبل يا استاذ. راح اخذ اكزامبل صفكم هلا كلاس اللي انا ما بعرفكم، ماشي؟ بقلب هذا الصف حكما في شباب، في بنات. اوكي، راح احول انا كل بني ادم فيكم ل نقطة سوداء. اوكي، ده نقاط كانوا بالاساس اسمهم مثلا محمد واشرف ولبنى وما بعرف شو، صاروا بالنسبة لإلي نقاط. رح احط بين نقطتين شحطة لأقول إنه هودي اثنين هن أصدقاء بهذا الصف. هلا والله مساقني إنه هودي اثنين أصدقاء، هودي اثنين أصدقاء، هودي اثنين أصدقاء، هودي اثنين أصدقاء. وبعد طبعا في ناس كتار هودي اثنين اصدقاء، هذا زلمه ما عنده صداقات مع حدا، ملاحظين؟ بس حط هيك الامور واجي بدي اعرف شو هي الفي دو جي. هو الانسامبل لهودي اللي اسمهم اشرف ولبنى وقاسم ومش عارف مين. طيب شو هو الاو دو جي؟ هني هالشحطات، هني هالشحطات. يعني وكانه عم بيقول انه انا الصف لما بفوت عليه كأستاذ
في شيء بشوفه وفي شيء موجود بس ما بشوفه. الجراف بده ياني اني اشوف هذا اللي ما بينشاف تمهيدا لدراسته لانه هو الاساس. بس فوت انا على صف طلع في هيك بلاقي مجموعه شباب وصبايا قاعدين قدام، اللي ما بشوفه هي العلاقات اللي بيناتهم. يعني هل هالشابين في صداقه بيناتهم ولا ما في صداقه؟ ايه والله لا الظاهر ما في صداقه لانه كل واحد قاعد على طاوله بعاد عن بعضه. شو بعرفك الجراف بترجع بتظهر هذه العلاقات لحتى تقول انه انا بس بدي ادرس اي مجتمع، اي مجموعه بشريه، اي نتورك اون جنرال، بدي بحاجه اني اعرف هذه العلاقات ارجع اظهرها. اوكي، فاذا هلا انا بطلب منكم رح كذب انا بيناتكم شوي، فكروا لي بشي اكزامبل لجراف انتم بتقدروا تعرفوه من هيك من افكاركم. يعني مثلا ايه سمعوني شيء، مثلا اذا والله اخذنا مجموعه البشر بشي ضيع من الضياع وبحط علاقه اذا والله في قرابه بيناتهم. اوكي، لكن بشكل عام انا هلا الجراف لكان راح تكون عباره عن مجموعه من الاشخاص نقاط بسميهم سمي شو بعرفني مثلا وحدا هيك مثلا في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7. لاحظوا هذا ما له علاقة بحدا، بسموه ايزولي، مش بيجي بزعبه. يعني انا هلا مش اذا بفوت على صف بلاقي واحد مسكين ما ترافق او حدا بقول له طيب اذا كان تفضل غادر الصف، لا ما لا يعقل هذا الشيء. هذا بس شوفه بهذا الشكل بعرف انه هذا جراف بيتالف من سمي في 1 في 2 لعن في 7 والاو جي كيف بكتبها؟ بلاقي انه الفي 1 له علاقه مع في 5، بكتب في 1 في 5. لاحظين كيف بكتبها؟ ما كتبتها هيك مع انه فيني اكتبها هيك، باختصار بكتبها بهذا الشكل. طيب اذا حدا كتب في 5 في 1 عم يحكي عن نفس العلاقه، يعني العلاقه بين اشرف وعباس هي نفسها العلاقه بين عباس واشرف. الصداقه بين هذا وهذا هي بذاتها يعني ما بتتغير بالتسميه. اوكي، في 1 في 6 في 5 في 6 ما بحط في 1 في 2 ما في علاقه، ما بحط في 2 في 5 بحط في 3 في 4. ولاحظ المسكين الفي 7 ما بتظهر هون. طيب لكن اذا ما بتظهر هون شو قاعده عم تعمل هون؟ طبعا نشيلها؟ لا اكيد لا. بالجراف في معنى للسمه، في معنى للعلاقه. بهالمعنى انا هلا انتم صفكم اللي انا عم فوت عليه في احتمالين، في مليون احتمال طبعا، بس انا مثلا والله فت على صفكم، هذا صفكم لنفترض، شو بيمنع انه كلكم تكونوا اصدقاء مع كلكم؟ ما في شيء بيمنع والله عنين. وممكن اني انا فوت على صفكم لاقي ما في حدا له علاقه مع حدا. اذا كلكم علاقات مع كلكم بسميها جراف كومبلي، واذا لا ما في حدا له علاقه مع الثاني بسميها جراف فيد. كلمه فيد او سونس دي جراف غير كلمه فيد او سونس دانسومبل. انسومبل فيد يعني فيش حدا، جراف فيد يعني في حدا بس ما في صداقات، ما في علاقات، ما في حديث متبادل. اوكي، فاذا دغري خليني احط نقطه ثانيه واقول الجراف، اذا انت تقول جي هي جراف كومبلي اذا كان اكس واي ابارتين ا او جي كل كو سوا اكس واي ابارتين ا في جي. شو رايكم بالحكي؟ وانت تقول عن الجي ان جراف فيد، مش اذا في بجي في، اذا اكس واي نابارتين با او جي ما في علاقه بين اكس واي كل كو سوا اكس واي ابارتين ا في جي. اوكي، هيك بهذا الشكل بكون عرفت اثنين. هلا طبعا احيانا كثير الاستاذ لما بيجي على صف له مصلحه انه يكون هالصف عباره عن جراف فيد،
جرافيد، كيف بده يحولوا لجرافيد؟ انه يجي مثلا يزعب كل الطلاب لبرا؟ طب اذا عمل هيك بيقعد بلا شغل، وبالتالي ما الجامعه بتشطب بمصاري خصوصا بهالظرف. اكيد مش هذا الموضوع، لا، بده الطلاب يبقوا جوا لكن بيلغي العلاقات، بصير يفتن بيناتهم، والله هذا كان عم يحكي عليك وهذا كانت عم تحكي عليك، بقوم الطلاب بيصدقوا لانهم بيوثقوا بكلام الاساتذه وبيختلفوا مع بعض، بصيروا يجوا على الصف ما في علاقات بيناتهم، ما بيحكوا مع بعض، بيخلى الساحه لمين؟ للاستاذ بيحكي لحاله. فاذا جراف فيد غير انصمد، حطوا لي براسكم هالفكره. اوكي ممتاز. هلا خليني حط قدامكم معنى سوغراف. نقول اش ايتان سوغراف دو جي، نكتب اش انكلو دون جي. اذا سي سولمون سي في اش انكلو بالفي جي و او اش انكلو بالاو جي. بعرفش ليش هالمفهوم هذا اللي كثير بسيط كثار من الناس بضلهم عم يطرحوا اسئله من شانه. انا كل اللي عم اقوله لاعرف انه اش هي سوغراف من الجي ولا لا، بكفي اني شوف هودي الشغلتين، هل الفي دو اش بالفي دو جي ولا الاو دو اش بالاو دو جي. يعني مثلا اذا انا اخذت لكم ال في 1 ال في 6 ال في 5 قلت لكم مثلا والله هيك هذا الاش، هل هي سوغراف من الجي مثلا؟ هذا الجي طبيعه الحال بيجي واحد بيقول لا يا استاذ، ما ال في 1 بالجي موصوله على ال في 5. اخر همي طريقه الاختبار اذا هي سوغراف ولا لا، بيجي يقول ال في 1 وال في 6 وال في 5 المستخدمين باش كلياتهم موجودين بجي، وهودي الدوز اريت موجودين بجي. استعملت شيء اريت مش من الجي، يعني مثلا لو كنت انا حاطط شو بعرفني مثلا في 6 في 4 لنفترض، هذه بتبطل سوغراف من الجي لاني استعملت اريت منه موجود بالجي. فاذا الاش هيك سي تان سوغراف دو جي. نعم اذا جبت، اذا كانت الاش هي مجموعه من الصمين مع كل الاريت تبعونا اللي بيجي نسميها سوغراف اندوي، سوغراف اندوي دو جي. فاذا يعني شغلي اش ايتا سوغراف اندوي دو جي اذا كانت الاش سوغراف، وإذا كانت X Y appartient à E H، si et seulement si X Y appartient à E G، quel que soit X ou Y appartient à V H. مثل هون إذا أخذ هذه هالمجموعة مع العلاقات بيناتهم. أوكي يعني جيت أنا فت على الصف قلت أنتوا الأربعة عدوا لي على جنب، بس قعدوا على جنب اخذوا علاقاتهم معنا، يعني اللي هني اصدقاء قبل ما اقعدهم على جنب بقيوا اصدقاء بس قعدتهم على جنب، والله عم غلط انا. اوكي هذا السوغراف اندوي. بهالحاله هي بنكتب اش لو سوغراف اندوي بار اس، واس بتكون هي الفي دو اش، يعني كاني عم اقول الاش هي مجموعه من الصمين والعلاقات اللي بيناتهم، هون الاس هن هودي الثلاثه. ايمتى بقول عن الاش ايتان سوغراف كوفران دو جي؟ بقول عنا ان سوغراف كوفران دو جي اذا كانت اش سوغراف وكانت الفي للاش ايجال في دو جي. في للاش بتساوي في دو جي، ما بيعني انه اش بتساوي جي. راح اعطيكم مثال، اذا اخذت انا مثلا في 1 في 6 في 5 في 2 V3 V4 وهذا بنستخدمها كمان V7، هي الاش هي كوفران لانه بتغطي كل الصمي تبعون الجي بس مش بالضروره عندها نفس الاريت. هلا اذا كوفران واندوي خلص بتصير الاش هي بذات الجي. اوكي هلا في كثير من النوتاسيون مثلا وقت اللي بقول جي موان في وجي موان او
قررت ما هلا بيجوا معنا من اكزرسيس بالكذا، ما بدي ارجع كل النوتاسيون اللي كنا ملتزمين فيها ارجع اعيدها، تمرق معنا انا وهي وعم تمرق انا بالكم شويه. اوكي هودي، فاذا شغلات بدي اياكم تتذكروهم منيح منيح منيح. اوكي البوتي في دو جي هو عدد السوميل، بوتي او دو جي هي عدد الارات، بيمروا معنا كل ما مرقوا انا بعمل اشاره شويه. اوكي واضح. طيب منتابع مشوارنا هلا 1 2 ديفينيشن سوا جي ان غراف اي سوا في ابارتيان ا جي لو فوازيناج de V dans G est par définition NV. C'est l'ensemble des X dans G tel que VX appartient à EG. Le degré de V, c'est le degré de V. شو هي دلتا جي؟ هي ماكس دي دو في، في ابارتيان ا جي، و بوتي دلتا دو جي هي مين دي دو في، في ابارتيان ا جي. طلعوني فيهم شوي لهودي الديفينيسيون. طبعا هودي نحن شايفين من سابقا كل اللي عم نعمله هلا بس عم نتذكرهم مع بعضها. اوكي اعطينا مثل يا استاذ، لانه المثل كثير بيريح، المثل كثير بيوضح الامور. اوكي فاذا رح اخذ انا مثال طلعوا فيه، رح اخذ الجي او الاحباب مثلا، شو بعرفني هي هيك مثلا، شو بعرفني لنفترض في 1 في 2 في 3 في 4 V5, V6, V7, V8. قولوا لي الفوازيناج لل V1 بG شو هو؟ مين هن الموصولين على ال V1؟ هن V7 و V8. هن ما بحط V2 لأنه منه موصول على V1، ما بحط ما بحط ما بحط، فإذا هول هن. طب قد إيه الدوغري لل V1 بالG؟ هي 2 عدد الموصولين عليه. يا سلام هالمحاضرة ما أحلاها يا أستاذ، كتير مهضومة وكتير سلسة وكتير هيك مريحة، ياريت كل محاضراتك هيك. أوكي ممتاز، لكن بيقولوا دائما اللي بيفهم السهل هو نفسه اللي بيفهم الصعب. أوكي يعني ما في أي داعي لحتى نكسر راسنا لحتى نفهم هودي الشغلات. طيب يا ترى يا ترى مين بيقول لي قديش الديجري للفي سانك؟ مش واحد ها، مش سانك لانه والله في سانك، لا الدوغري للفي سانك هي زيرو، ابعده الله عنكم. دي للفي سانك مش موصول على حدا، فاذا هذا يابو الدوغري تبعه هو زيرو. اوكي قديش هون اللي جراوند دلتا دو جي اقوى دلتا يعني اقوى دوغري عفوا قديش؟ انا برايي 3 لا 1 2 3 4 هذه اكثر بر واحدة عندها علاقة تلاحظوا، فإذا من 4 أدي بلوتي دلتا دو جي ما حدا قال لي واحد صفر، أصغر دو جري هي صفر بعد عم نحكي. أوكي طيب لاحظوا مثلا دو جري للفي آن هي دو، طب دو جري للفي دو هي دو، إيه شو المشكلة؟ يعني في مانع انه يكونوا اثنين عندهم نفس الدوغري؟ هلا اذا انا عرفت انه بالصف عندكم في اثنين عندهم نفس عدد الاصدقاء يعني بستهجن بستغرب بزعل بتقاتل انا وياكم؟ لا كثير، لا بل اكثر من هيك، انا باكد لكم هلا بالرغم من انه انا ما بعرفكم، بالرغم من انه انا مش شايفكم، وطبعا عم بقول هالشغله باسف لانه مش من القضايا الحلوه على الاستاذ انه يعلم صف ما تكون صور طلابه مطبوعه طبع بذهنه،
لأنه العلاقة بين الأستاذ وتلاميذه فيها شيء من العلاقة الأسرية العائلية، وهي بعيدة عن العلاقة الوظيفية، أو بالأحرى هي علاقة، هي رولاسيون تتنازع الوظيفة من جهة والعلاقة العائلية من جهة. بقدر ما بيكون فيها وظيفة بقدر ما بتكون علاقة بصراحة مملة وغير ناجحة، لأنه التعليم هي المهنة الوحيدة اللي لا تنجح فيها بدكش تمارسها كمهنة. وافهم إذا فيك تفهم، بس يصير عندكم تجربة بهذا الموضوع رح تفهموا أنا شو عم بقول. أنا بالرغم من أني ما بعرف حدا فيكم، لكن بعرف معلومة بتقول هلأ أنتوا بصفكم في اثنين هلأ عم يطلعوا فيه اللي ما بعرفهم من أني عنده نفس عدد الأصدقاء بالصف، يمكن اثنين بس بعرفش قديش هو عدد الأصدقاء، يمكن في اثنين هلأ ما مريدين يرافقوا حدا خصوصا فترة الكورونا، يمكن في اثنين عنده صديقين. أنا اللي بقدر أكد لكم إياه هلأ أنه في اثنين عنده نفس عدد الأصدقاء. ليش؟ كيف عرفت؟ متواصل مع حدا؟ بتعرف حدا؟ حدا دافع لك لتاخد معلومات عننا؟ لا، لأنه إذا بتطلع بحيالله جراف فيني أكد لكم أنه حيالله جراف فيها اثنين صمي عنده نفس الدجري. ليش؟ طبعا أول شيء رح يعني حط بروبوزيسيون un trois proposition soit j'ai un graphe tel que v de g اكبر او تساوي 2، يكون في 2 نفس الدجري بدنا طبعا ناخذ g، ولا مش فيها شخص واحد طالب. اوكي alors il existe une différence de v dans g tel que du égal dv. طبعا بيجينا دغري لا U هي نفسها دغري لا V. هذا انا باكد لكم اياه دائما عنا اياه. ليش؟ اول شغله بس اخذ جي، افترضوا انه الفي دو جي يعني عدد الناس اللي بيجي كان ان مثلا، كان 100 يا اخي. اذا باخذ في دغري لل في اصغر شيء قديش ممكن تكون؟ أقل شيء ممكن تكون زيرو. اتفقنا أنه يكون من واحد قاعد بهالصف لا بده حدا يرافقه ولا يرافق حدا، في حدا بيقدر يمنعه؟ أكيد لا. فإذا الدجري ممكن تكون زيرو، بس أكبر عدد من الأصدقاء بقدر أوصل له قديش؟ 100. بيقدر يكون عندي 100 صديق؟ طب ما هو كله الصف 100، وأنا إذا أنا عم بقول مين أصدقائي، ما أنا غيري في 99، ممكن أعمل 99 صداقة؟ طبعا ممكن. ولكن نصيحة انه بها الحياة ما تكتروا ما تقللوا من كل شيء، من كل شيء بما في ذلك الصداقات. اوكي، فاذا دي في بين هودي 2. اوكي، بناء على هالملاحظة اذا عندي 2 ايزولي 2 مش مرافقين حدا بقول له خلص كفى الله المؤمنين ان شاء الله، قلت لك 2 الدجري تبع الفي هو بذات الدجري تبع الفي هو زيرو. واذا لا تعالوا لنشوف شو بيصير. طلعوا فيه يمكن أنا سنة الماضية حليته هذا، لكن نرجع نحله مع بعضنا. بروف رح نقول سوبوزون أول شيء ك د دو إكس بجي أكبر أو بتساوي أن كلك سوا إكس أبارتيان أجي. ماشي الحال؟ اتفقت أنا وياكم؟ أوكي، بمثل هالحالة شو بيصير عندي؟ بيصير عندي دي دو اكس بين الان ما عادش ممكن يكون زيرو، وبين الان موانزم. فاذا رح اخذ الجي الفي دو جي ايجال ان اصغر من ان موانزم، اوكي، كلكو سوا اكس ابارتيان اجي. هلا لابليكاسيون، انتبهوا منيح شو عم بحكي هلا. لابليكاسيون F اللي بتروح من V دو G للانترفال 1 N-1، بس قول انترفال بالديسكريت يعني هني 1 2 3 عند N-1 مش انه 0.1 ما بعرف قد ايه 1. لا، لكل X F دو X هو
d de x. C'est bien une application. D de x, application. C'est l'application ensemble, fait bien le n élément. L'ensemble fait bien le n moins 1 élément. Yani fi anna 10 ashkhas n element n shakhs n shab ha fatu ala mahall fi biqalbu n moins 1 kursi 10 ashkhas fatu ala mahall fi biqalbu 9 karasi hukman fi shakhsayn bidun yaqalu ala nafs al kursi mustahil al f tkun injectif ha n'est pas injectif car V de G égale N akbar strictement men N moins 1 li houwi bisewe il cardinal la 1 N moins 1. Et par conséquent, je m'en ai mis injectif, il existe U, V, G tel que DG de U, d'abord différent de l'unicono, bisewe DG de V, F. U différent tel que f de u égale f de v. Chaque manette n'est pas injectif. Hein? Chou manette est dg la u, puis c'est dg la v. Fit name, bihassaf. Andon nafs adat l'asdeqa saddouni, bidoun ma arifkoum. Bidoun ma esal aïe chi ankoum, ana ba'arif hed el ma'loum. Ok? Taip, hed al haki mazbout, iza. كل الناس بحققوا هذا الشرط اذا لا سينو هلا سي il existe u différent de v donc j'ai tel que du égale dv égale 0 فبيكون كفى الله المؤمنين شر القتال سينو اذا لا اذا ما عندي هذا الشيء وهي الحالة انحلت فإذا G sinon G contient un seul sommet isolé. راح نسميها W. راح نسميها W. لاحظوا كيف صارت الـ G. الـ G صارت عبارة عن G prime و point واحد isolé اسمها W. راح ناخذ G prime égal G moins W. شيل ال W يا أخي. خذ G prime. ب G prime il n'y a pas de sommet isolé. فإذا quel que soit X appartient à G prime, DG للX هي بذاتها DG prime للX. في ناس كثير راح يسألوا ليش؟ راح أترك هذه المسألة لكثار فيكم هن يجاوبوا على الجروب تبعنا ويقولوا ليش هذا الموضوع. طيب فيش الا W ايزولي معناتها صار عندي DX بالجي بريم اكبر او بتساوي 1 كلكو سوا X ابارتين ا جي بريم وهذا بيعني انه V للجي بريم اكبر او بتساوي 2 صار الجي بريم بحقق كل الشروط تبع ال الانونسي تبع قبل شوي افيك لو فات كو جي بريم نو كونتين با de sommet isolé. Enfin, il existe U différent de V dans G' tel que D la U G' égale D la V D G et prime la V. طيب إذا هي طيب شو هي D U بالG' هي بذاتها D U on a D U بG هي بذاتها دي يو دي في بي جي. في ناس كثير رح يسألوا مرة تانية ليش هذه هيك؟ بتمنى كثار يفكروا بهالمسألة هي ويقولوا لنا ليش هيك؟ بكون بهذه الطريقة برهنت الانونسي وشفت انه مجرد ما عرف انا الدجري بصير عندي هذا المعلومة اللي بقدر اعرفها عنكم بدون ما اعرف معلومات عنكم بالشكل الشخصي انه في اثنين فيكم عندهم نفس عدد الأصدقاء. طبعاً أنا متأكد إنه هذا المحاضرة هذا الفيديو رح تلاقوه كلياته بسيط سلس مرتب مراجعة على ذكرياتنا بالأخير والله يا أستاذ هيك ضغطنا شوي وكذا أخير معلش خدوها أنتوا بهدوء شوي شوي رح تلاحظوا إنه أنتوا
رح تفهموا الأمور بشكل كتير كتير منيح. يلا يعطيكم العافية وإلى اللقاء.